إذن إخواني أخواتي، تحية طيبة لكم، سعداء بلقياكم اليوم في هذا المباشر، مباشر اللي غنتكلموا فيه اليوم على الكالوندري، ولكن على واحد المرحلة من الكالوندري. حنا غنتكلموا اليوم على العدو الريفي الجهوي. نعرف أنه كاين العدو الريفي الجهوي، هناك المناطق، هناك الفيدرالي. تنتكلم عن السنوات الفارطة، ما تهضرش على البرنامج المقبل، تهضر على السنوات الفارطة. فتبداو بالعدو الريفي الجهوي ثم المناطق في الفيدرالي. السنه الفارطه كانوا 4 ديال المسابقات العدو الريفي الجهوي، اخواني اخواتي، وجوج لكم سعداء بلقياكم في هذا المباراه، وجوج ديال لي زون، وربعه ديال الفيدرال، وواحد ناسيونال. هذا هو اللي كان السنه الفارطه. ومرات يكونوا 5، مرات يكونوا 4، مرات يكونوا 6، على حسب السنه وعلى حسب اشنو كان ديك السنه، واش كاينه بطوله عالميه ولا ما كاينه. واحد المجموعه ديال المعطيات اللي تخلي البرنامج ديالنا يداروا فيه، واش 6 واش 4 واش 5 واش، كل مره كي تيكون الامور. ف غنمشي مباشره لواحد الورقه، هاد الورقه اللي قدامكم اللي دوزتها هو البرنامج الجهوي، واللي الغرض ديالو هو التنشيط، التنقيب والتوجيه. هنا الانديه، هنا تيديروا التنقيب، تيجيو ذوك الولاد اللي جابوا من المؤسسات التعليميه، تيطلقوهم في هذه الكروس ديال العصبه، وفي هذه الكروس العصبه تيبدا يقولوا هذا صالح للكروس، هذا صالح لنا، يمكن لافيتاس اللي هي هذا الطويل يصلح لنا لا في الكروس. يجاو خي يشارك في الكروس ماشي مشكل، ولكن تيبان في الكروس بانه ما صالحناش الكروس، راه صالح حاجه اخرى في العاب القوى. وهنا هذا الكروس مهم، ومهم جدا للانديه. فتحية للسي محمد ديدوش، الأخ ديالي والصديق ديالي، عضو اللجنة التنظيم بالجامعة الملكية، أبدي الزماني الصديق والأخ ديالي، عبد العالي الرقاد تحية، رشيد المحادي الإطار ديالنا الكفء تحية له. فكلهم إخوة نقول لهم مرحبا بكم. فهذه المرحلة مهمة، النادي اللي ما تيمشيش المؤسسات وينقب ويبحث ويجيب الوليدات ويخصيهم في لي تيست ديال الكروس، ومن بعد في الكروس ديال لا ليغ، ويديهم حتى يجي لا ليغ في العاب القوى، ويديهم اللي مصالح الجرات وين راه صالح للقصير، واللي مصالح للقصير صالح ليه، واللي مصالح ليه غيصلح للونسي، واللي مصالح للونسي صلاح الله اوتو. ولا بدا شحال من عداد كان تيجينا الله اوتو تيولي في لا فيتاس، ولا تيجينا في لا فيتاس تيولي لنا في دومي فون، لان الاختصاص المبكر ما كاينش، حيت يكون عندك الدري بورعوم مينيم حتى القاضي باقي ما باينش فين غيتوجه، راه كاين حتى دارس يورو بدل الاختصاص ديالو. وهذا هو المدرب اللي خصو يفهمها، فما غتكونش مدرب ديال الدومي فون واللي جاك تديه للدومي فون، حتى اللي ما صارش الدومي فون تديه للدومي فون. لا، علاش الفريق تيخصو يكون عنده ثلاثات المدربين؟ وهنا غيكون نقاش اخر، اشكون هو النادي وكيفاش خصو يكون النادي، وشحال المدرب عند النادي، واش عنده اختصاص قفز رامي جري، وفي الجري عنده جوج، واحد دومي فون واحد سبرينت اي. الى ما يخدم خصو يكون عنده على الاقل 4 المدربين مؤهلين باش يمكن لينا نمشيو نديرو نتائج في المستقبل على المستوى العالمي، حيت يكون عندنا مدربين جد متوسطين. هذا سوق المستوى تيبقى جد متوسط، رغم ان الاعداد تيكبر ولكن المستوى جد متوسط. انت مشي بطوله عربيه ولا بطوله افريقيه تتعرفوا كل شيء. فا الى بغينا نخدمو تيخصنا نخدمو بطريقه احترافيه، الى بغينا يكون عندنا ابطال ونتائج. شحال دابا الكارثه هو شحال من واحد تيجي تيقول لك النتائج، وانت مدرب في النادي وما عطيتيش حتى نص بطل، وانت راه انت هو الاساس، انت المدرب داخل النادي، انت هو لا باس، انت هو الاساس، انت هو لو بيليي، انت اللي غتعطي، شكون اللي غيعطي، شكون اللي غينقب، شكون اللي انت، وعاد تكمل معاه المراكز والمعهد الوطني. دونك خص دروج من ايطاب لايطاب، مرحله لمرحله، مرحله تتعطينا المرحله. العدو الريفي الجهوي اش يعطينا؟ تعطينا المناطق، الى دا المناطق اش يعطينا؟ تعطينا الفيدرالي، الفيدرالي اش يعطينا؟ البطوله الوطنيه، البطوله تعطينا المنتخبات ديال الكادي والجونيور والسنيور اللي غيمثلوا المغرب في البطولات العربيه والافريقيه والقاريه والعالميه. دونك هذا البطل من تيجي؟ وراه تيجي من هذه المحطه، هذه من البرامج، من البرنامج الجهوي. اش نقبنا
اش لقينا، اش جبنا، اش درنا هنا، اش واش كاين شي حاجه ولا ما كاين والو. العمل تبدا من القاعده، والقاعده هي العصبه. السي محمد كاظمي تحيه ليك ونهار كبير هذا. السي محمد كاظمي السي حبيب المغروس، تحيه للناس ديال اكادير فتح انزكان، تحيه ليهم. عبد الواحد السجاع تحيه ليك اخي العزيز. مساوي حميد تحيه ليك، تحيه للناس ديال بوميه، وعمل كبير صراحه، عمل كبير. ادريس العداء تحيه ليك. سليمان المراكشي تحيه ليك. اليماني عبد الواحد اليماني تحيه ليك، تحيه الاخوان كاملين تيدخلوا عندي. ف اشنو وقع؟ انا عاد نبغي نركز على هذه المحطه الاولى، البرنامج الجهوي. فباش يمكن لي نشارك في البرنامج الجهوي، مهم جدا. وهنا 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 هذا هو المشكل الكبير. مشى الفريق، حيت يكون فريق موهيكان، اقول فريق موهيكان، تيتجمع اول السنه في واحد المدينه محدده، تيجلسوا تيقولوا ارا نديروا لو بروجي ديالنا، لو بروجي ديال الفريق. دونك بروجي ديال الفريق، عندنا في الفريق ديالنا 80 رخصه، عندنا واحد المجموعه ديال المينيم طلعوا كادي، ما عندناش فريق المينيم، وواحد لي كادي طلعوا جونيور، دونك بقاو عندنا جوج لي كادي باش نكون عندنا فرقه، خصنا يكون عندنا سته، ولي كادي لي مينيم ما بقى عندنا حتى شي واحد، واحد جوج براعم راه طلعوا، دونك ما بقاش عندنا البراعم المينيم، عندنا في لي كادي. دونك اش خصنا نديرو؟ التنقيب. دونك تيحطوا خريطه الطريق، تيقولوا هدا تم مؤسسه ابتدائيه كاينه في في, في 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 المدينه اللي هما فيها، تيقولوا عندنا 20 مؤسسه ابتدائيه، وعندنا عشرات الاعداديات، وعندنا جوج ثانويات. دونك ارا نديرو برنامج، وقتاش غنديرو الزيارات لهاد الابتدائيات، ونهار غنديرو الزيارات لهاد الاعداديات، ونهار تيكون برنامج، سي ان بروجي ديال التنقي، تيكون فيه الاساتذه، وتمشيو المؤسسه باتفاقيه شراكه مع المؤسسه التعليميه باش نمشي ننقب. وعاد نمشي ننقب كيفاش غننقب؟ واش غنمشي نوقف حدا الاستاذ ونشوف نقول له عطيني هذا وهذا، ولا غندير اختبارات، ولا غندير الكروس، ولا حدا درت كروس غندير الدمي فاغر خسر هذوك الوليدات، وهذوك الدراري الصغار ابتدائي راه خسر حل ليا مسائل اخرى. دونك خصني نجيب نقلب على عداء اللي هو بوليفانو، دونك خصني ندير اختبارات اللي يكون فيها واحد المجموعه ديال الاشياء ديال تيسماو لي كاباسيتي بيومتريس، ومن هنا نختار الدري. فاسي خصنا كيفاش نخدمو ونقبوا على الوليدات ونجيبوهم يشاركوا في هذه التظاهرات، هي البدايه ديال العدائين، هي البدايه، هي كل شيء، هي البدايه. هنا تيدوز الوليدات، هذا هو العمل. ما تقولش غندير الغربال، الا قلتي غندير الغربال في البرنامج الجهوي، هي انت تتقلب تلعب في لاسون وتلعب في الفيدرالي، هي من خلال النتائج ديال البرنامج الجهوي تتدي الوليدات. ولكن دابا راه ما كاين اقصاء في هذه المرحله، هذه المرحله الاولى اللي عندي الوليدات براعم صغار وتنقب عليهم. راه اللي ما دارش النتائج هذا العام غيدير العام الجاي، واللي ما دارش العام الجاي يدير العام اللي موراه. هذا هو العمل اخواني اخواتي. فالعام اللي داز داروا 4 تظاهرات. السي الغريق مصطفى تحيه ليك، تحيه ديال السي الغريق رئيس عصبه فاس بولمان، تحيه ليك اخي العزيز. سي عبد الواحد العمراني تحيه ليك سيدي دوش. فاللي لاحظت السنه البارطه انا شخصيا، وانا مشيت واحد المجموعه ديال التظاهرات الجهويه، وانا تنبغي التظاهرات الجهويه. علاش نبغي التظاهرات الجهويه اخواني اخواتي؟ فيها واحد الفئه ما كاينه لا في لازون ولا في الفيدرالي، هي البراعم، وفئه رائعه، المستقبل العاب القوى المغربيه، هذا هو المستقبل. دابا حنا خصنا نفهموا واحد القضيه اخواني اخواتي، ما خصناش نفكروا نتائج في الاول، خصنا نفكروا في الاول تحبيب هاد الاطفال العاب القوى، خصو يبغي العاب القوى باش يجي ليها. فإلا جبتي برعوم ومينيم وقيت تريني به كأنه بطل فوتينغ فارتليك بي بي جي كوت، غيمشي بحالته في غضون شهر شهرين. إلا جاش خصو يبيه، خصك تحبب ليه العاب القوى، خصو يسخن واحد 6 8 دقائق 10 دقائق، خصو يدير دي جو. نعطيكم واحد القضية خصكم تفهموها، الاتحاد الدولي علاش دار الكيتس أتليتيك؟ وانا عندي كراد ديال محاضر دولي في الكيتس اتليتيك، علاش دار الكيتس اتليتيك؟
كنتمنى يكونوا عندي ناس اللي عارفين هذا الشيء. هذا الاتحاد الدولي يا سيدي لاحظ بان واحد مجموعه الرياضات ولات جديده، ولا تمشيو لها الناس بزاف، خاصه الرياضات الحربيه، كاراتيه، تايكواندو، معط الفوت، فوداي، مع داك السميات، ولاو تيمشيو لكره القدم، ولاو المدارس كره القدم بالفلوس وتيمشيو ليهم الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي ويلي، حنا العاب القوى ديال المينيم بحال ديال الكادي، بحال ديال الجونيور، بحال ديال السنيور، البيسين تيلعب المينيم، تيلعب الكادي، تيلعب الجونيور، تيلعب السنيور، المعدات البوا بحال ديال الكادي، بحال ديال الجونيور، بحال ديال السنيور، الله اكبر، بحال المينيم قالوا هدا، دار واحد اللجنه من الخبراء وقالوا كيفاش نحببوا الوليدات يديروا العاب القوى. هذا هو السؤال، ما بغيناش تقول لي النتائج ولا بيرفورمانس والنقاط والروينه، ما كاينش هذا الشيء. كيفاش نجيبوا الوليدات دو 8 ans 9 ans 11 ans يديروا لا براتيك دو لاكليتيزم. بعد النقاش وبعد هادي وصلوا على انهم خصهم يديروا العاب القوى باغ لو جو، ماشي باغ كومبيتيسيون، منافسه وسبقني نسبقك، لا 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 لا، ندير شي حاجه اللي فيها لو جو، فيها المتعه، باش الوليد يحب العاب القوى. هذيك 4 سنين الاولى 3 سنين يحب ليا العاب القوى، في هذه كاليتي كاين الديفلوبمون دي كاباسيتي بيومتريس، كاين تان ديفلوبي لي واحد شويه لا فورس ماشي بلا ميسكولاسيون، تان ديفلوبي لا فيتيس، تان ديفلوبي بلا لونديرونس، باغ دي مويان، باغ دي جو، فورميل 1 ها، لي سو، سو دو غرونوي ها، سو اون كروا، تان ديفلوبي لي سو ايضا بالسو على بيرش باغ لو جو، تان واحد المجموعه ديال لي جو، الغرق ديال لي جو، باش الوليد هذاك الماتيريال تيبغيو الوليدات، واحد الجافلو كيكس حيت تلوحو تيبدا يصفر، وما حد كثر تلوحو كثر هو تيصفر كثر، تيوليو الدراري هذيك التصويره تيخليو كلشي يحاول يلوح، وتيتعلمو دي جيست، تيتعلمو دي زابيلوتي، عنده 8 ans تيتعلم دي زابيلوتي، باش الوقيته اللي غيولي ان كادي تعلم تكنيك ديال الجافلو باش يجيب البراكاسي ديالو اللور ويلوح الجافلو. شوف الناس فين وصلت. ولكن الملاحظه اللي لاحظت سي عبد الزماني، فورتكس برافو عليك، جاب له فورتكس، وكاين واحد 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 ديال الديسك عنده اليد، وتصوروا الديسك داير دريري صغير مينيم ولا بورعون، تعطيه ديسك يلوح، والله لا نحو اي حب من العاب القوى، ولكن حتى تعطيه ديسك عنده اليد هو ميكا تيولي جو، بس تعطيه الدري مارطو دخلنا عليكم بالله، واش دري يلوح مارطو؟ علاش هادشي الاتحاد الدولي مشى بحث واجتهد ودار لو كيتس اتليتيك؟ راه ما دارش لو كيتس اتليتيك هكذا، واعتمدوا واحد المجموعه ديال الدول العالميه اللي تيديروا الوليدات الصغيورين ديالهم ابارتير دو 8 ans كيتس اتليتيك، وحتى يطلعوا منين تيولي يختار تروازي بروف، ما تيلعبش حاجه وحده، علاش يلعبوا تروازي بروف؟ وبعد احيان فرنسا وبعض الدول تيقول لهم كروس اوبليغاتوار باش يولي شامبيون دو فرنس، المينين اش يدير؟ وكاع ما كاين شامبيون دو فرنس، كاينه في الديستريكت واحد 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 النيفو، تيقول لي غتلعب كروس وتلعب سو اولونسي وان كورس دو فيتاس، دونك دري اوبليغاتوار مو تيدوز للكروس، خصو غير تحمل في المينيم، وهذه تسمى لا بوليفالونس، ملي تلقى مينيم تيلوح ديسك 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 ديسك، دونك هذا اختصاص مبكر. حنا دخلنا مواضيع اخرى اخواني اخواتي، وندخلوا شي مواضيع اللي ما نخرجوش، فالدري هذا تبقى عنده بحاجه وحده، حيت جبتيه برعوم عامين، مينيم عامين، كادي عامين، تيمل العاب القوى وبودو سيزا، في حين الى نوعتي ليه ملي كان برعوم بالكيس اتليتيك وطلعتي كا مينيم ودرتي ليه لا بوليفالونس، مره لي سو، مره لي كورس، مره لي لونسي، ويلعب معاهم الكروس، شوف شوف غيتعلم كل رياضه غياخذ منها واحد 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 لا كاباسيتي، كان ياخذ منها لا كورديناسيون، كاين مخدنا لا سوبليس ها، كاين مخدنا لا فيتاس، كاين كل حاجه، كاين مخدنا لا فورس، كل حاجه من هاد الاختصاصات غياخد منهم حاجه، وتيولي اتليت ايكيليبري، من تيطلع كادي يمكن لك دير التوجيه الاول، تقول لي كورس لي كورس يلعب هادي وهادي وهادي، يدير لي لونسي بربعه، دير لي سو بربعه، وحاجة يطلع جينيور عاد تيمشي للاختصاص الواحد. سي محمد ديدوش مرحبا بك، سي اوف توما
نهار كبير سي اوف طوما، شحال ما شتناش، تحية ليك وتحية للعمل الكبير تتقوم به. سي حمدي ما شتوش انا، مومو تحية ليك، اومالمو تحية ليك، حميد الكروي تحية ليك، محمد اوف طوما، ديدوش تحية الجميع. فهذه هي المراحل، برعو كيتس ميني تيدير كل شيء، بوليفال لي سو لي لونسي، يقدر يدير كروس ومع يهدر معاه شويه لي سو شويه لي لونسي وشويه لا فيتاس، يطلع كادي تيدير تخصص، ماشي تخصص واحد، تيدير واحد مجموعه. علاش انت نهضر على البرنامج؟ علاش درت الحلقه على البرنامج الجهوي؟ فحيت يجي عندك الوليد في البرنامج الجهوي تيكون الكروس خصو يلعب، واخا يكون كورور تقول لي انت بغيتي تقول لي هذاك المينيم عندك بتوجهه 400 متر يلعب الكروس، غياخذ منه التحمل وياخذ منه الصبر، ها كيفاش يصبر وكيفاش يكمل، وتيكون دي باركور فيهم الرمله فيهم الطلاعي فيهم الهباطي فيهم الاعجاج فيهم بزاف ديال الاشياء. سمحوا لي انا اون لايف، دخل معايا دخل معايا راني في اللايف لايف. فاي حاجه تيديرها الدري زايده تياخذ منها واحد الحاجه، في حين حتى يكون صغير تتوجهو. انا تنشوف دي براعم عندنا تيلعبوا يد ميفا صافي، شادو ميفا تي تي تلحق جونيور ما تتلقاش، ما كاينش جونيور، والا فينا 400 متر اللي كانوا عندنا هذه 10 سنين في المينين، في خصهم يكون دابا سينيور، وريهم ليا في السينيور ما كاينينش. علاش ما كاينينش؟ سالات البيريود ديالهم لا ديوريد في ديالهم سالات فين يطلعوا جونيور، خدموا اتدقى مرعو ما عندنا تدير 45 دقيقه في الفوتينغ ما شاء الله، هذه مرعو 45 اللي دارت السينيور خصها دير ساعتين ماراطونيه هذه، وخصنا لا بروغريسيون. سي عبد الفتاح سركوتي تحيه ليك، تيفا تيفا تحيه ليك، مومو تحيه ليك. ف تعامل مع الوليدات الصغيرين عقليه شويه، ما باغي نتائج سيدي برعو، وعامين الاولى ما باغي نتائج، وباغي انا سيدي يحب لي العاب القوى ويجي وفرحان يدير العاب القوى، وانت تتحبوا العاب القوى وتتوجهوا وتتريني به وتوجدوا حياه العمينين، وغندخل معاه شويه في العاب القوى، اطلع كادي تولي اختصاص، ماشي واحد جونيور سالينا الخضرة. وهذه هي العاب القوى. هذيك المينيم 45 تمشي تمشي عند المساوي، لانها صافي هذيك خصها تلعب نص ماراطون. والله الا كاين دي مين تيديروا 45 دي بنجامين، وكاين دي مين تيفوتوا 45 وما تيديروا حتى حاجه اخرى، كون يديروا معاها اخواني اخواتي. غنعاود نجي واحد النقطه فكرتها دابا، راه داير معكم لايف بدون ورقه، ما داير لا تهيئ لا والو، تنهضر معكم دردشه. فكاين ميني ما تيدير هجرة، ما عمرو ما دار لي زاسوبليسمون، ما عمرو ما دار لي زابدومينو، ما عمرو ما دار لي زيتيرمون، حتى يطلع حتى يطلع جونيور ما يقدرش يدير لك حركة، تتقول لي دير هاد الحركة حل رجليك نشوف لا سوبليس، ظهرو مقوص. علاش؟ ما عمرو ما خدم لي زاسوبليسمون ولي زيتيرمون، ولا في الفئات الصغرى كاين دي كاباسيتي. سمحوا لي يا اخواني اخواتي، ترحب سي محمد ان اش ويوسف عياش، نقول واحد القضيه، كاين دي كاليتي الا ما خدمتيهمش موان دو دوزون تيضيعوا منك، منهم لا سوبليسمون بلوس لا كورديناسيون، حيت تخدم التناسق العضلي للوليد صغير، وتصور معايا عندي برعوم تيدير اليفاسيون مقاده، وتيدير طالون فاس مقاده، وتيدير جون طوندي مقاده، وتيدير فولي بونديسون مقاده، هذا اتليت. علمتيه شي حاجة سير جري فوتينغ اجي سير داركم، ايوا واش علمتيه؟ تعلمات اين هي؟ اطلع غيطلع عوج وغيتبليزا وغيمشي بحالو لدارو او بودو كاتر، وخا ديفلوبي لونديروس كيما بغيتي، راه حيت غنديفلوبيو اخواني اخواتي العاب القوى، راه عندنا خمسة دي كاباسيتي بودو تيخصهم يخدمو كلهم خلال الاسبوع. هناك لا فورس، هناك لونديرونس، هناك لا سوبليس، هناك لا كورديناسيون، خمسة فورس اندورونس فيتاس سوبليس كورديناسيون، خمسة من البراعم للسنيور خمسة. انما مول دي ميفو لونديرونس ديالو ماشي هي مول البوا، ولكن راه كلهم تيخدموا هاد الخمسة. عندك تقول لي مول لونسي ما ندير ليش لونديرونس، الا راك قتلتي بابا ساليتي معاه، يخدم لا فيتاس ويخدم لا فورس ويخدم لا كور، راه لا كورديناسيون ماشي لوح، راه الا ما كانش كوردوني بيدو مع رجلو كيفاش يخرج لك البوا راه ما غيلوحش.
راه عندنا لاعبات في الجونيور في المارطو والديسي وقوي تيلوحو. كيفاش يقوي يلوحو؟ على المارطو تيقوي يلوحو فيه الناس، راه خصهم يديروا لي تور. شنو دور المدرب؟ يعلمهم مول الديسك يعلمها دير لي تور، ومول المارطو يعلمها دير لي تور ديالها. واش الجونيور ما تعرفش دير ولا شي تلعب بالمارطو؟ اخواني اخواتي، الى بغينا نطوروا ونزيدوا الامام وما نهضروش فاش هام واحد تيهضر راه تيعيري راسو. تبقى ما معناش النتائج. وانت سي محمد، انت اش عطيتي من بطل؟ فيمكن نقول شي اشياء اللي ما تعجبش بعد واحد مجموعه الناس. افا كاين اللي خدا المنحه 16 سنه، هادي 16 سنه واخد المنحه كفريق، حتى تسولو اش عطيتي شي بطل؟ لا عندك شي بطل بطوله عربيه؟ تيشوف فيك تاخديتي بالمنحه هادي 7 هادي 9 هادي 12 هادي 14 هادي 8 هادي 6 هادي 7 16 عام خديتي 80 مليون. ماذا قدمت؟ رخص البالونس ميزان، هاش كاين هنا واش كاين هنا. اما تقوليش مشيت تسافر تلعب، هذيك راه مهمتك، ما ديال الفرقه هادي مشيت تسافر تلعب. وماذا انتجت المنتوج؟ المنتوج راه كل حاجه خسر، عندي واحد الشجره خسرت عليها الفلوس، اش عطاتني من المنتوج؟ اش من غلا عطاتني؟ ما عطاتني والو، سقيتها وخسرت عليها الفلوس ودرت ليها ودرت ليها ودرت ليها، وفي الاخر ما عطاتني والو، ولا عطاتني تفاح منقط، ولا عطاتني لافريز فيه الدوده، ما كاين والو. كل واحد يحاسب نفسه، عادي يهضر، هذاك اللي غيهضر يحاسب نفسه، أما هذا قدام. فأنا مشيت مثلا، مشيت للبطولة اللي كانت في سلطنة عمان، لقيت أندية كبار ما عندهم حتى عدا شارك، حتى تكون نادي كبير، راه في الكاضي، هذه بطولة اللي كاضي، شكون تيمشي في الكاضي؟ اللي مهتمين بالناشئين. نهضر معكم بكل صراحة إخواني أخواتي، بدون زيادة بدون نقصان، ما عندي ما نقول لكم أنا اللي تنحس به، أنا نقول لكم واحد القضية اللي تنحس بها، ولينا تنقلبوا على النقاط جميع الفئات، حتى في الفئات ديال لافورماسيون اللي هي المينين، تنقلبوا على النقاط. نقول لكم علاش؟ غنقول لكم هاد الشيء هادي، غنقول لكم بلاش بكل صراحة. سنة الفريطة مشيت واحد المجموعة ديال التظاهرات ديال لي ليك، ماذا وجدت؟ بعد أحيانا أربعة الأندية خمسة الأندية. هذيك العصبه فيها 36 نادي، علاش الانديه ما جاوش؟ سي عدا محمد تحيه ليك، حميد الكروي تحيه ليك، رضوان شعيب تحيه ليك. سولت علاش؟ علاش كانوا تيجيو وما بقاوش تيجيو؟ اش لقيت يا اخوان؟ شكون يقول لي اش لقيت؟ جاوبوني اخوان، اش لقيت المشكل؟ شنو هو؟ علاش المدي مابقاش يلعبوا العصبه؟ علاش؟ سي اوف توما، الرئيس خصو مواصفات، باش يكون رئيس نادي خصو مواصفات. دابا هذا هو الاشكال، راه خص عرب على قريتي القانون تاسيس النادي وغندير عليه حلقه. قابس السنادي يطلبوا منك خص يكون عندك مقر، يكون عندك مدربين مؤهلين، عندك يكون عندك فلوس باش تخرج دراري. حنا راه كاين اللي ديال الفرقه ما شاري حتى ما يدخلو، اما يدخلو ما كاينش، شحال يعني ما يدخلو ب 20 درهم و تيقلب يجيب الدري النقطه، دي الدري لعبوا ستات لي كروس وما شاري حتى كيطمع. مايو ماشي تاكل، هي مايو، انا راه ما دخلنا لا بوينت وما دخلناش برديله، ما يدخلو. وبلا نزيدو الامام ونديفلوبي وتنقلبو على الديفلوبمون وتنقلبو على العاب القوى تمشي تزيد وهادي، ولكن اخي ما تنقولك انا دابا هنا حتى نجي البرنامج الجاوي تيقولوا لي ما شاركوش، مشينا نبحثو علاش، قال لك ما كاينش فيه النقاط، باش يجيب البراعم ديالو العصبه والمينيم ما جابهمش، لان ما كاينش النقاط في هذا البرنامج الجهوي. مي امي مي امي إيه، كيفاش غنخدمو؟ كيفاش غنزيدو؟ كيفاش غنتقدمو؟ هذا هو الحب العام القوى. شي خطره نقول لهم اجي نديرو لهم رحله، يقول لك واش فيها النقاط؟ اجي ندير لهم شي رحله نديهم لإفريقيا يبردو شويه الجو تما، يقول لك واش كاين فيها النقاط؟ ما فيهاش النقاط ما غاديش. اش على هاد الدرجه اخوان؟ واش هادوك الولاد ما يستحقوش ديهم يلعبوا في تدورة جهويه وتجربهم وتعطيهم فرصه للاعب؟ حتى لا ما مشاوش يلعبوا في الفيدرالي، راه يلعبوا في العصبه، دونك ما تلعبوش العصبه ما غيلعبوش الفيدرالي.
ايوا شنو هذا الشيء هذا؟ وين قاعد تحيدوا هذه النقط اخواني اخواتي؟ دابا هذا هو الاشكاليه. الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى دارت النقاط باش دير واحد الكلاسمون باش تعطي المنح. نتبعوها شويه بشويه معايا احمد احمد رضوان شعيب. ف تيقول لي الزماني في البحث عن مستشار من بلجيكا. الله يسهل عليك وجيبو من ما بغيتي هي تهلا في الوليدات. دبر على المستشار يكون عندك اول هدف ديالك هو العداء. يكون العداء هو الهدف. هاد العداء خصو مدرب توفير مدرب كوف. ثاني حاجه ساعدو ما تساعدوش ماديا ما تنقولش عطيه فلوس تنقولك وجد له غير كيطمع. وإلا كان فقير ما فحالوش سبرديله باش يمارس العاب القوى. هادو هما شروط الممارسه ديال العاب القوى. واش غيدير العاب القوى ما عندوش سبرديله؟ ما يمكنش. رشيد حيطان نهار كبير هذا شحال هادي سي رشيد حيطان ما شفناهش. تحيه الاخ ديالنا وصديق طيب تحيه لك سيدي. دو تقول ممكن كذلك تنظيم تظاهرات الرياضيه سواء العدو الريفي او العاب القوى بين نوادي المهم. دابا حنا درنا العصبه عندنا واحد الهيئه اسميتها العصبه تدير تظاهرات رياضية الجامعات ذات تدور على هذا عاقلين وهم من بين العراق. فاسي اوف طوما تقول هناك رؤساء اندية عاقلين. كيفاش دار النادي وعلاش دار النادي وش من ربح عنده من هذا النادي؟ هادو اسئلة اخرى. فاللي تيبغي العاب القوى فيه الدودات العاب القوى راه هو تيعطي من عنده. تلقى الدري مزيان خصو يديه يلعب يموت معاه باش يديه يلعب صافي سالينا. اما باش تقول لي هذيك البرنامج العصبه ما فيهش النقط ما نشاركش طامة كبرى اخواني اخواتي. اين هو التنقيب؟ والأندية القوية شي الأندية القوية هي كما قال ديدوش هي تجي واحد العصبة وتقول عندي 100 دري اليوم غندير اورغانيزاسيون ديال واحد الاختبار لوليداتي وتمشي لواحد الملعب والدخول تاخذ الاذن والدخول وتجي وتجيب الاطور ديالها وغنديروا اليوم لونغور سون زيلان ندير تسابق 100 واحد وغندير لا هوتور وغندير لونغور سون زيلان ندير لا هوتور وندير سيدي واحد 500 متر وغندير البوا ودير اختبار فرقه الا بغات تزيد في العاب القوى. اما انا داير برنامج تقول لي ما نجيش لان ما فيهش النقاط راه مصيبه كحله. احمدي فولات عندنا النت. شوف نهار تولي عندنا النتيجة هي الأساس أعلم أننا سنسير بخطى ثابتة نحو النجاح. النتيجة تعرف شنو هي النتيجة؟ هي لا بيرفورمانس. نهار نديرو لا بيرفورمانس هي الأساس كون على يقين باننا غنمشيو بعيد باش الفريق اللي تيخدم على النتيجه وعلى البطل باش يعطيني بطل ماشي باش يجمع النقاط ياخذ المنحه لا باش يعطيني البطل. دابا لو سيستيم اللي كاين الفرقه تتقلبي على النقاط باش تاخذ المنحه. حنا اش بغينا؟ حنا بغينا البطل لانه هو السمعه والوجه ديال البلاد. حتى نمشيو نلعبوا بطولة عربية ولا بطولة هادي ولا بطولة هادي تنبقى نتقادو باش النشيد الوطني يكون باش نتشرفوا على القوة باش نحصلوا مرتبة أولى باش نجيبوا ميداليات. واش تيبقاو خدامين ديك الساعة النقاط؟ ما كاينينش. تولي النشيد الوطني خصو يتعزف مشكلة. فلهذا سي حسن داودي تحيه ليك. اليوم عندي حلقه غنديروا حلقه. شوف حين نكونوا في واحد المحور اليوم اخوان بقاو في المحور انت نهضر على التظاهرات الجهويه ديال العدو الريفي. حنا نهضروا على الحكام ولي باتش الحكام. سي حسن داودي انا ما عنديش علاقات بلي باتش. اولا الى عصبه دوزتي ترجع للعصبه فين دوزتي هذا الاختبار هما اللي غتسولهم. دابا انا ما عرفتش واش دوزتي ولا ما دوزتيش اين عصبه هادشي ما عنديش هذا ما عندي المعطيات ما عنديش العصبه اللي دوزتي هي اللي خصها تعطيك هاد المعطيات. ف خص اخواني اخواتي خصنا انديه
وجمعيات رياضية قادرة على مسايرة إيقاع، مسايرة إيقاع، قادرة على إنتاج بطل، قادرة باش تقوم المهام ديال التنشيط والتنقيب والتوجيه والمشاركة والمنافسة. هما الجمعيات، إذا رجعتوا للقوانين ديال الجامعة في هذه المسائل كلها اللي ما يأسسنا دي، عندك هادي عندك هادي عندك هادي عندك هادي، ولكن داك الشيء يكون في الأوراق وتعطيو الرخصة، ملي تعطيو الرخصة تيجر الكاجة، ما بقى عنده والو. ها ما عندي باش نسافر، وليش فيه فرقة؟ ما عندي باش نادي، ما عندي ما يتكلم، وتصوروا معايا بطولة المغرب ما فيهاش ما يتكلم. ولا خرجوا دابا الحومة، دابا نخرجوا الزنقة في هاد 10 ولا 11 الليل، الدراري الصغار تيلعبوا فرقة مع فرقة الحومة، زنقة مع زنقة، لابسين لك الكيطمات، وانت جاي لعب في ديرالي ولا وطني ما عندكش كيطمة. واش هادي هي الوجه اللي بغينا نقدمو؟ واش هادي هي الصورة اللي بغينا نقدمو؟ واش ما كنتقدموش للأمام؟ واش ما نجيوش واحد النهار نلقاو بطولة جميع الأندية نفس الكيطمات ديالها؟ واش نبقاو دائما تنعيشو نفس المآسي ونفس المشاكل؟ وما يدخلناش واحد السيد بكيطمة في المنتخب كرة القدم وداير في السبرديلة سكوتش وداخل كيلاج داج، كيفاش دخل؟ كيفاش هاد الشيء هذا؟ واش هاد الأندية ما غنزيدوش ولا لا؟ راه تتوقع شي كارثة، لا لا لا، يد الجامعة فيها، ربما نادي اللي دارنا، راه شكون تيجيب العداء بلا كيطمة؟ واش الجامعة؟ واش الجامعة هذا تمشي تلعب دورة دولية تمشي شي واحد بلا كيطمة؟ حنا هي اللي بدل الشورت، خدا شورت خضر ولعب بحمر، علاش خصو يلعب بالشورت اللي تعطالو؟ ولكن النوادي لا، اجيبو في الترونسبور هزو جايبو لا كيطمة لا شورت، كاين تيلعب بتوني، كاين تيلعب بسروق اندريسا، كاين ماشي هادشي هذا عاصي محمد. واش عاب البطولة الوطنية وفي ديراني بط ولا ميد حمدي؟ تحية سي حمدي، ونهار كبير هذا، حب الرياضة والتحدي والتضحيات من أهم عوامل النجاح. رئيس جمعيات، لكن شو هذا رئيس جمعيات؟ ما أعطانيش الكمالة أحمد بكوش. فبغينا نزيدو الأمام يا إخوان، بغينا نزيدو الأمام، وبغينا نشوفو ألعاب القوى في تظاهرات فيدرالية، في عدوري في فيدرالي، بطولة عرس رياضي جميل، صورة للمغرب. ها أنت شوف كي داير هادشي عندنا، شوف ما شاء الله كلشي جاي، كلشي أما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله صراحة. ليه ما قالتش على نادي ما يديروش؟ إخوان ليه ما قالتش على نادي ما يديروش؟ واش أنت داير نادي جاي التدورة ديال الصينية، جاي دوك الدراري قادهم بالجوع، جاي ما لابسينش كيطمات، جاي تيلعبو حفيانين، ولا جاي الفرقة قاعد مآسي، كل هادي مآسي، داير فرقة علاش؟ ليش ليش خصنا نفهمو ليش؟ قاعد تضحية تديرهم ليش؟ وعلاش؟ حب في الرياضة، تطوير الرياضة، توزيع قاعدة الممارسة، تنقيب، كاين تنقيب، لا شي حاجة أخرى، كاين شي تنقيب تماك، لكن ماشي على الأبطال وعلى الدائرة، الله يهدينا، إخواني أخواتي، البرنامج اتمنى سيوف طوما، تحيه ليك سيوف طوما، نشط معايا اليوم بواحد الدرجه، لا تقول لي سي الزمني لا لنسي رزاق، هذا هو الرياضه، تنعرف انا تنعرفوا اسا انديه دايرين فرقات بحال سي الزمني، ما نشكرش الزمني راه صديق ديالي، داير فرقات يصرف عليها من جيبو، تيجيب الحوايج تيجيب السبريلات تيفرق تيعاون، الله يجعلها لك في الميزان المقبول. فحتى لما وصلتيش بطل راك ضحيتي بفلوسك وخسرتي مع وليدات الشعب، وبانك يتحسبوا ليك حسنات الميزان ديالك. لا نجحتي عدتينا بطل، جزاك الله خيرا سي اوف طوما. اتمنى من السيد رئيس الجامعه ان يعيد السياسه السابقه في تطوير المنتخب كما كان الشان مع الاطار سمس معقاو، ولعل ان كل الاطر المتواجده حاليا فهي كفاءه، ولكن يجب اعاده طريقه العمل وهذا ليس بالعيب. شكرا سي اوف طوما، غيره ديال اوف طوما،
حنا بغينا دائما المغرب الفوق، ما بغيناش، بغينا نمشيو فرحانين ناشطين. المغرب هو الاول على الصعيد العربي، مشينا لسلطنه عمان المغرب هو الاول، لعبنا في مراكش المغرب هو الاول، مشينا لديك البطوله ديال العاب الفرنكوفونيه المغرب العاب القوى هو الاول، وهي الرياضه الاولى، جميع الرياضات العاب القوى هي الاولى، مشينا لبطولات العالم جاب الله واحد الميداليه ذهبيه، زينا نطوروا، بغينا نطوروا نزيدوا للامام، وباش نطوروا اه بيكو بالانديه، راه ما يمكنش يكون تطوير بدون انديه. لاحظوا الجامعه كانوا 30 واحد تياخذوا المنحه، أندية طلبوا قالوا 30 واحد غير كافية، الله يرحم لكم الوالدين، لا ما زيد ولاو 50 واحد تياخذوا المنحة، 50 واحد غير كافية، راه كيجي وحدين تيتعذبوا تيجيو هادي وهادي، ولاو 90 واحد تياخذوا المنحة، هادوك اللي كانوا تياخذوا 22 تياخذوا 26، هادوك اللي كانوا تياخذوا مليون ولا تياخذوا ثلاثة، ولكن راه تيخصو يبان في النتائج، وكنت تجيبوا 10 ميدالية في البطولة العربية خصنا نجيبوا 30 ميدالية. ولكن ما تيبانش في النتائج البطولة العربية، حيت هذاك النادي مقابل ليا النقاط، ما مقابل لياش البطل، أراه ديال البطل فين هو؟ عطاك شي بطل ما عندكش، شحال خديتي؟ نديرو عملية حساب شحال خديتي أخويا في 15 عام؟ قداوة قدا فينا هي؟ تنشيط، هذا ديال التنشيط، غادي تسرق غادي جاي غادي جاي غادي جاي، ولكن ديك المجموعة كاين والو، خصنا نزيدو الأمام يا أخوان الأخوات، تضافر الجهود والعمل الجاد. ها ما يكونش عندنا مصلحه، يكونش عندنا استرزاق ديال الفرقه باش ندور ناخذ المناح من الجهات، ها ونهار السبت نبي نسافر ما كاينش فلوس ندير الصينيه عاونوني، ها كاين والو؟ لا عدا محمد عاونوا الوليدات، راه 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 شوف نقول لكم واحد القضيه، راه باش تكون الاستمراريه ديال العداء تهلو تهلا، ديرو بحال ولدك، واش تبغي ولدك يضيعوه؟ واش تبغي ولدك يديو ليه رزقو؟ واش تبغي ولدك؟ لا، دير لك هذوك الوليدات بحال ولادك، راه غتحاسب عليهم يوم القيامة، والله تتحاسب عليهم يوم القيامة، ولادك بخير وهذاك شنو؟ لا سي، غادي دير بلاصمون تهلا دري كلهم، تقول لي بوك غادي يصب 10 دراهم، جاري لك 8 كيلو متعاطي بوك غادي يصب 10 دراهم، ماشي حشومة، إخواني أخواتي، غيرتنا وحبنا هذا الرياضة هو تيخلينا نتكلموا بحرقة بحرقة، أنا تنتمنى دابا أي حاجة واش فيها النقطة؟ النقطة أنا واش كاين فيها النقطة؟ غنديروها واش فيها النقطة؟ أجي نديرو واحد حفل شاي فيه النقطة؟ لا ما نجيش، واش هاد الشيء هذا صاحبي؟ وكي على الدرجة؟ حسن الراوي تحياتي ليك، سيلاو نور الدين تحية ليك، ديدوش خصنا في طريقة إعادة النظر في هذيك الأندية اللي جاية من أجل الاسترزاق، من أجل الاسترزاق، هنا لا يوقع لا يوقع صراحة لا يعقل، حتى نجيو تلقاو الأوراق 150 نادي، وحتى نجيو لي كلاسمون فرقة اللي جايبة نقطة الجهاوي والمناطق والفيديرات تلقاو فرقة عندها نقطة نقطة نقطة، ألعاب القوى والعدو الريفي الجهاوي والفيديرالي والوطني، العدو الريفي وفي الجهاوي وفي لازون وفي الفيديرالي وفي الوطني وفي الماراثون وفي كل شيء نقطة، وكل لعبات العصبة كون جابت حسن الركراكي أسير الركراكي، راك انت نادي عندك مسؤولية، الجميع عندها مسؤولية، كاين هناك أعداء في المنتخب الوطني، واسمع أسير الركراكي، والنوادي تياخذوا المنح سنويا، يلا هات لي تهضر عليه عطيني فرقة نعطيك شحال خضعت، سمعتيني أسي أسي شاكر عندهم 800 مليون، كانت 500 مليون العام اللي داز، هذا العام اللي داز تفرقات 800 مليون للأندية، والله واخا تعطي عشرات المليار، غتلقى أندية تدير الصينية، وغتلقى أندية تدير الاسترزاق، تعطي السير الكرادي، والله واخا دير ما عطا شنو، هذاك اللي فيه هذاك البيس غيبقى فيه البيس، ما غيتحيدش لأن هذاك طبيعة.
وفي جميع الرياضات، في جميع الرياضات وفي جميع المجالات وبزاف. سي رشيد تبارك الله عليك، سي خصنا سي حسن الدودي. سي الدولي هو تكلم معايا، للاسف الشديد الاسترزاق من العاب القوى اصبحت ظاهره، لان كل من هب ودب ينشئ جمعيه فقط للاسترزاق من الدعم، وما يهمه وما يهمه يعمر الاوراق للدعم. سير اخي هنا وهنا وهنا وهنا، وهنا تلقى شي واحد يدير الملائمه وعنده نقطه ولا جوج، او الملائمه والملائمه باش يجي من الجهه والمدينه يجيو ليه المختاري محمد. اخواني اخواتي، كما قلت لكم صنع الفريطه كانوا اربعه ديال الكروس دو ليك، وكانوا دو كروس دو زون، وكانوا اربعه فيدرال، وكان بطوله وطنيه. البرنامج العام الجاي من يخرج غنهضروا عليه، باقي ما كاينش برنامج غيخرج ان شاء الله في غضون اسبوع عام 10 ايام يخرج البرنامج الوطني، وغنديروا عليه حلقه باش نتكلموا على سي عزيز بوكرا تحيه ليك، ونتكلموا على البرنامج الوطني بالمحطات المتتاليه، اشنو في الجهوي وكيفاش الجهوي، واش فيه النقاط ولا ما فيهش النقاط، ونشوفوا المناطق واش كاينين المناطق ولا ما كاينينش، ولا كان واش فيهم النقاط ولا ما فيهمش النقاط، ونهضروا على الفيدرالي وشحال من فيدرالي، ونهضروا على الوطني، ونتكلموا على كل شيء بكل صراحه. سي رشيد كرام، بغينا نشوفوك في تظاهره في مكناس على الراس والعين. الراسي عزيز بوقرة اسماعيل الشمالي، فينا هو الشمالي كاع ما شفتو انا اخاي مرحبا. انا يوم الاحد اخواني اخواتي حضرت واحد التظاهره جهويه، يوم الاحد راحه وعندي حساسيه، والله ما نعس نفسي بالليل بالله، والله ما غمضت دقيقه واحده، وفقت الصباح بكري مع السبعه فطرت ومشيت لتمسنا، تمسنا تبعدوا على الرباط تقريبا ب 30 كيلومتر، ودرت لايف مباشر من تمسنا، ولكن كانت احوال جويه خطيره، كنت غندير حادثه ملي كنت جاي، كنت غندير حادثه تسير، لان واحد السيد حبس في الطريق كان العجاج تخلع حبس وانا جاي ما شفتوش، كون هربت عليه وكنت هربت عليه كنت غنتقلب. هذه هي الحياه، ما عندك ما دير. مشينا وصورناها وكنت فرحان، صورت التظاهره فيها البراعيم وفيها الصغار وفيها عصبه، راه كاينه عصبه سوسمه صدرعه تهضر على عصبه السر كراكي شاكير، تي شاكير العصبه ديال 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 اكادير سوسمه صدرعه كاينه، والرئيس ديالها هو الطاير، وتيديروا التظاهرات ديالهم وحنا غنتبعوهم، وعندو اربعه ديال المسابقات العدو الريفي خصو يدير، اربعه ديال التظاهرات في العدو الريفي خصهم يتنظموا في العصبه ديال سوسمه، وكل عصبه خصها تنظم اربعه ديال السباقات على الاقل، اقول على الاقل اخواني اخواتي. ماد حمادي تحيه لك، عزيز بوكرا الجرفاني عبد العالي تحيه لك اخي العزيز، شكرا لك. خصها تنظم هنا عاوتاني العصب غيبانو، حيت عصبه تعطي اربعه تدورات خصهم يتنظموا اربعه ديال التدورات، لان الانديه خصهم يشاركوا يجربوا وليداتهم، والا ما لعبوش بالعصب فين يلعبوا؟ ابون حيت الكروس. ودابا نقول لكم عاوتاني المشكله، دابا الانديه اي حاجه درتيها الا دابا اسمعوا مزيان، دابا النادي تيقول العصبه ما فيها نقاط وتا الفيدرا لا ينجي، تيجمع لك كتب الله وتيكمل بلي لونسور وتيجي الفيدرا اللي ويلعب، واضحه ابراهيم بيكا اتليتيزم تيجمع لك كتب الله، راه ما لعب عصبه ما جرب ولاد ما عرف شنو كاين، جمع الدراري كبر على شي ترونسبور مشي جماعه وجايبهم، خصصوا واحد جوج بنات الكبيرات تيجيب جوج البنات يديروا لي لونسور تيديروا المارطو والديسك تيكمل بيهم، خصو ولد في الكادي تيدبر على شي واحد ويجيبو باش يلعب بيه باش يكمل الفرقه، وما لعبش حتى الجهاوي. فهمت سته رضوان الله فهم سته، عصبه اللي حدا دارو حدا دارو ما لعبش فيها مباشره الفيدرالي، مشكله هذا. شكرا لك اخي هيدوش على الكلام الطيب.
هل أنت تستنسخ من ألعاب القوى؟ أجيبك أخي العزيز، كنت تستنسخ ما مشيتش لحد التامسنة بسيارتي بفلوسي بطوموبيلتي باش نصور هذيك التظاهرة باش يشوفوها الآباء والأمهات، كنت صبحت ناعس في داري. عاد نفيق في 11 نمشي نجلس في القهوة. صراحة كي بعد الناس يدخلوا هذا محمد فكاين شي وحدين تيخص نضطر انني نحيدو من الصفحه، لانهم ما تنبغيش انا بحال الناس يدخلوا عندي كاع ما يتبعونيش وما يشوفونيش. شكون هذا؟ غنشوفو فين هو. ها انا سيدي، ها انا سيدي، ها انا سيدي. على دوك اللي غيبقى يدخل عندك ويطرحك اسئله ويدير لك مثالي ضرب وقيله شي قرقوبيه ولا شي حاجه تيدخل عندك ايدو ما عندك ما دير به. اخواني اخواتي، هذا هو البرنامج الجهوي والاهداف ديال البرنامج الجهوي، والبرنامج الجهوي مهم ومشاركه الانديه فيه مهمه وتيخصو يتخاض بعين الاعتبار، والجماعه خصها تعرف شكون هما الانديه اللي تيشاركوا في العصر، شكون هما الانديه اللي تيجيو ويضحيو ويشاركوا، ماشي تا الفيديرال اللي فيه النقاط، ايوا ولكن ما فيهش النقاط ما تجيليش، دونك حنا غير النقاط اللي تهمونا، خصو يتعرف ويتحسب ونعرف شكون هاد الانديه تتقاطع وما تجيش للجهوي ديالها، خصهم يتعرفوا. فاخواني اخواتي ما نطولش عليكم، لان كنت مدير معكم ما درتهاش اليوم على البرنامج الجهوي. غنجي ان شاء الله باذن الله يوم الاحد، عرفتش هناك ماراثون الدار البيضاء وهناك عدو ريفي جهوي بوقنادل. لحد الان لم اقرر اين ساكون، ما عرفتش واش نمشي لكازا ولا نبقى في الرباط، الله اعلم. فتحيه للجميع، شعار صفحتي دائما الله الوطن الملك، تصبحون على خير والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله. تحيه للجميع اخوان.